هذا هو الطاجين ديالنا بالدوغاد رويال ولوماغ. ايوا شيوا هادي ان شاء الله تجربوها وانتم فرحانين. عواشر مبروكه، رمضان مبارك سعيد. هذا فطورنا ديال هذا النهار في مدينه باريس. السلام عليكم مشاهدي الكرام، قناه غداتي كل يوم كنحييكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. طاجين ديال السمك في هذا لوماغ ولا دوغاد رويال والكروفات، وهذا الحوت ديال الطراف، البرا ديال الحوت. الاول درتو تحت لاطيشه سوغيس والبصله والحوت، شملته بالشمله ديال الحوت كما مالفين. وغادي نزيد دابا الحامض والزبيتينات و نكتفيو غير بهذا الشيء. وغادي نديرو على نار متوسطه يطيب. السلام عليكم مشاهدي الكرام، قناة غداتي كل يوم كنحييكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم مائدة رمضان، هذه مائدة ديالنا، هذه الحريره، هذه الكروفات سان جاك، هنا الحوت والكروفات مقلي، هذه الزكوم، هذو المكسرات وكما راكم عارفه الحلاوه ديال مقروط، الكريواش، ريوات، السلو، هذه فليفله مقليه، بغرير، سمن، فول مشرمل، زعلوك، بغرير، وهادو هما هذه المائدة ديالنا والطواجين اللي راني سجلتو لكم، دابا نحطو من بعد.